اهلا بكم عبر شاشه التلفزيون لبنان، رح اكون معكم بحلقه جديده من حلقات ماكول. انا وسهلا فيكي وداع، كيفك اليوم؟ اليوم اول نسيان، رح نبلش نحن وياكم باكله مضبوطه، ما في كذب ولا في شيء. انا وياكم رح نحضر انا وهدى اصابع دجاج بالحليب بدون الكعك، في اوقات فينا نسويهم مع الكعك. ورح نسوي سلطه خس الايسبرغ مع الافوكا والذره. اول شيء بدي سلوله الدجاج اقطعها بشكل الفينجر، بعدين بنقعها بالحليب مع الملح وبرش جوزة الطيب والبهار الابيض، بعدين بلتها بالطحين والبيض، بصفيها بقليها بالزيت النباتي وبحطها على حدا. البطاطا اللي بترفقها رح اعملها بطاطا شرحات مثل حصوص الليمون تقريبا، منشان ما نقلي وتشرب زيت كتير. رح نسلقها على النار بلانشير لمدة دقيقتين، وبعدين منصفيها، منحط بصينية قليل من زيت النباتي، بيحمى زيت النباتي، منحطها بقلبها ومندخلها على الفرن، وبيطلع معي أصابع البطاطا كمان أو شرحات البطاطا. بيتقدموا حدا، بعمل صوص، يحعمل صوص باربيكيو حدا، بصل يحشوي شوي على النار وأعطيه طعمة الشوي، بدي أعطيه طعمة الشوي. ثوم كمان رح أشويه وأعطيه طعمة الشوي. بعدين بندورة بطحنهم كلهم سوا بالآلة الكهربائية، بعدين بحطهم على النار، بضيف لهم بابريكا حلوة، كبش قرنفل، برجع وسط الطيب، ملح، بهار أبيض، مع رب البندورة، وصار عندي صلصة باربيكيو أو صلصة أصابع بالحليب. أما السلطة، عندي سلطة خس آيسبرغ، بقطعهم، ضيف معهم خيار، ضيف معهم بندورة كرازية، ضيف معهم افوكا بدها تكون ناضجة. وعلى طول بدنا ننتبه الافوكا، بس بدي اكبس هيك بدي ينزلوا اصابيعي تحت الضغط، معناتها انه هيدي ناضجة، والا اذا كانت قاسي ما في لعوسها مرة وبتنزع الاكلة. بضيف معها خل البلسمي، خردل، كمان مع صوص الباربيكيو بحط خردل، وبضيف لها زيت زيتون مع خل البلسميك والخردل مع ملح وبهار ابيض، وبيطلع عندي سلطه خس الايسبرغ مع الافوكا والذره. هالبرنامج هو برعايه ماجي يلي عندها اشياء كثيره، هي سبونسر هالبرنامج. رح نبلش بالتحضير. شو هو ده؟ رح نشوي. تبولي شوي هلا بدك تقلي نص بصلي. بدك تقلي ليه دغري على الغاز؟ دغري على الغاز، بدي اعطيها طعم نكهه بالباربيكيو. يعني هاي كمان فيها تسويها بالمشاوي، ايه تعطينا فيه نكهه. هلا لا لا، ما فيها نشويها بالكسرول، شو بالمقلايه يعني، هيك اطيب، في طيب وفي اطيب. ماي لنحط على النار، وجيبي لي جات من تحت لنحط فيه حليب. فينا نبلش ناخذ اتصالاتكم على الرقم الموجود باسفل الشاشه، وبناخذ اتصال وبنقول الو. الو الو، بونجور. بونجور بونجور، اني اهلا وسهلا، كيفك؟ منيح، انت كيفك؟ يوم الجمعه طلعت لاخر البرنامج، علق معي وقطع. حظك شو قليل، شايف كيف؟ وحظي كمان ما سمعنا صوتك الحلو، مع انه اسمي امال، لازم يكون حظي امل بالله. مزبوط، امل بالله، معك حق حبيبي. بتحب تساعدك يا ست امال؟ انا؟ نعم. انا بحب تعيد طرابلسية السمكة الحرة، ما بعرف سويها. السمكة الحرة مبلا شرحنا، احنا اللبنانية بنعملها بالكزبرة قدرة البيروتية. نعم، بدي تعيد طرابلسية. طيب تكرم عيوني. الله يكرمك. مسك الخط. نعم، ما تسكر الخط، بدي احكي معك. يلا عم بحكي معك. بدي اربح. بدك تسمعيني؟ ايه عم سمعتك، عم عندي كهرباء. يلا تكرمي. ايه بتجيبي السمكة، بس بدك ربحنا. شو نوع السمكة جايبتيها؟ كبيرة. قد ايه وزنها؟ شو 3 كيلو 2 كيلو؟ 2 كيلو. 2 كيلو، يلا. حطي ورقة زبدة. ايه. حطي 3 ترانشات حامض. ايه. جيبي السمكة المنظفة مظبوط، اخلطي ملح وبهار ابيض. ايه. مع بعضه، نفركيها بالسمكة على الجهتين. ايه. ومن بعد ما تفركيها على الجهتين، ايه،
حطي سترانشيت الحامض على ورقة الزبدة. ايه. حطي السمكة عليها. ايه. حطي بقلبها ورقة غار صغيرة وقشرة من الحامض كمان جوات السمكة. ايه. على ضهرها ثلاثة ترانشيت كمان، شوية زيت نباتي أو زيت زيتون، لفيها بالورقة، رجعي لفيها بورقة ألمنيوم، حطيها بصينية، حطيها بفرن حامي، بدها تقريبا ساعة بالفرن. طيب. من بعد ما تشويها بالفرن بتشيليها، بدك السمكة الحارة طرابلسية، بالوقت زيته تعملي بصل. ألو. سامعة سامعة. بصل مقلب بزيت الزيتون. ايه. ثوم. ايه. من بعد بتحطي بصل ثوم. فليفلة حلوة. خضرة أو خضرة وحمرة. ايه. بعدين بتحطي كزبرة. بتجيبي كباية ونص طحينة. تكسريها بكباية ونص ماي. ايه. بتضيفي نص كباية عصير حامض. ايه. وبيطلع عندك الصوص الطحيني. الصوص الطحيني. تحطي ملح بتضيفيه على الفليفله والكزبره والبصل والثوم. ايه. وبترجعي بتغليها غلوه وحده. بتضيفيها فوق السمك المشويه، بتضيفي عليها جوز مطحون. ايه. بتزينيها وبتقدميها. ايه. طيب تكرم عيونك وعلى وسهلا فيك. نعم. ما حتربحنا؟ ما رح تربحني؟ ما خلص امبارح، خلص اخر الشهر. ما خلص معني ما تربحت. نعم؟ معني ما ربحت بشيء. طب انا شو ذنبي امبارح ما كان في ما في هدايا؟ ما في هدايا هلا. ما على عيد الام. نعم؟ على عيد الام ما ربحنا. على عيد الام، طب يلا بكره على عيد الكبير وعيد الاضحى بنربح، منيح؟ ان شاء الله. يلا. يلا باي. 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 كمان ناخذ اتصال. الو. الو مرحبا. شو؟ مرحبتين. كيفك شيف انطوان؟ منيح. طيب خليها خلص. معك ميشيل. ميشيل يا اهلا وسهلا فيك. انا من زمان حكيتك، طلبت منك اكلي اعطيتني اياها. نعم. وانا عندي كتابك لانه احنا بنحبك كثير وكل يوم بنحضرك، ما في حلقه تفوتك. كل يوم انا ومرتي. نعم. امبارح انا اول امبارح ما لحقتك انا بالبرومست ميكس. نعم. لانه كان في كثير اتصالات ما قدرت لعبت الخط بعدها ماشي هاي او وقفت. لا وقفت اخر الشهر كانت. ما توخذنا. انت كمان لا توخذونا. لا لا ولا يهمك شيف انطوان. هيدي الفلادة كانت. حبيبي ولا يهمك. ولا اوكي يهمك. اهلا وسهلا فيك. تسلم. يا. هاي البطاطا منشان نوفر الي وشرب زيت للبطاطا، احنا عملها بهالطريقة وبتطلع كتير كتير طيبة. الناس كلها بتحب الربح ولا؟ حتى لو يلا نشوه، يلا حطي لي هون فوقهم. يعني حتى شاف لو ما مسحام. كمان بناخذ اتصال. الو. الو. الو بونجور. بونجور. بونجورين. مع انكم بحكي مع الشيف انطوان. الشيف انطوان معك، اهلا وسهلا. كيفك شيف انطوان؟ منيح. كتر خير الله. انا قرابتك. اهلا وسهلا، كلكم تقربوني. لا لا ما بدي نسيبها، انا مش عم بحكي مكمل. ايه بس كلكم تقربوني عم قول. انا بحبكم كلكم. ونحن بنحبك بنضل ناطرينك ومناطرة. تسلمي، معنا بكل بيت تقريبا موجود. ايه مزبوط. هلا هون حطينا البصل والثوم. شيف انطوان بدي اسالك عن الديك المحشي. نعم. كيف بدي زبط وسويه؟ اول شيء الديك اشتريتيه من سوبر ماركت او محل ببيع دجاج او انت كنت مربيتيه او اجاك هديه؟ لا 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 اشتريته من سوبر ماركت. يلا تكرم عيونك. يلا كيف؟ اول شيء بدك تجيبي وقية لحمه. ايه. بتضيفي عليها 70 جرام رز مصري. ايه. وبتضيفي معها شويه مي سخنه. ايه. وتخلطيهم مع ملح وبهار ابيض وبرجوز الطيب. ايه. او شوي بهار اسود وقرفه. تحشي الديك فيهم. نعم. ترجعي بتقطيه. ايه. بالمسلي. ايه.
بتحطيه على النار بطنجرة مع شوية سمنة أو زيت. ايه. وبتضيفي عليه بتقليه يحمر كل وجهه. ايه. بعدين بتحطي لهم 3 كبايات مي. مع بصلة وجزرة وورقة غار وعود قرفة وكبشة قرن فول. صحيح. وبتتركيهم على النار ساعة وثلاث ارباع. ساعة وثلاث ارباع بكون استوى على مسؤوليتي، شيلي شيل الخيط منه، قصي وبتقدمي. ميرسي كثير، كلك العافية يا شيف، طول عمرك. تكرمي، رمي هاي شوي بالأول، نتفة صغيرة برمي. ايه اوكي. ورجعنا. هذا البندورة معه؟ اوكي. كمان بناخذ اتصال، الو. بونسوار. بونسوارين، أهلا بماري. كيفك؟ منيح، أنت كيفي؟ ميرسي على الكادو. ما مبروك، ان شاء الله كلكم ضلكم تربحوا. ميرسي. بس شاف بدي اسالك، عندي كزبره الى من 2017 شهر الرابع، بتسوى؟ انا بعطيكي 500 ليره وجيبي بقيت كزبره. قد ايه بتضايق بالفريزر؟ 6 أشهر 7 أشهر. اه بس. بس. بسيطة بسيطة. لو بتشوف انا جايبة شتمامة وعملتهم منقيتهم ومغسلتهم وحطيتهم بالفنسيتهم. بس بنزعل على غسيلهم وتنقيتهم. يعني بضروا؟ يا اختي ما سنتين ما بنستعملهم، لا. اه ما بتستعملهم. كبيهم وانا بناولك ال 500. اوكي شيف، خليني على مدام هودا وعم تسلمي. تسلمي تسلمي. هلا بدنا نقطع دجاج. ونحطه بالحليب. وبناخذ اتصال. الو. الو، الله معك. الله يحفظك. كيفك شيف انطوان؟ منيح يا اهلا وسهلا فيكي، مين معي؟ يعطيك الف عافية يا رب. الله يعافيكي. اكلاتك بشهوة. تسلمي تسلمي. بس اطيب من اكلاتك انت دجاج مهضوم. تسلمي تسلمي. خلينا اياك. هاي من معزتك. تسلم. بدي اطلب منك تصحح لي الغلطة اللي عملتها بزهر الليمون. يلا بلشي. انا نقعت، انت مرة حكيت انه بينقعوا بمي. اول شيء قديش الزهر؟ قديش الزهر قديش هني؟ هني انا نص كيلو عندي. نعم. حطيت له المي يعني غمرهم تقريبا. شلتي منهم الورقة هاي الصفرة؟ ايه كل شيء، بس الورقة خليتها البيضة. نعم. وتاني يوم حطيت له سكر، انت قايل كيلو بكيلو، حطيت نص كيلو. طب ما بيزبط هيك، ما بدكش تقطريهم قبل؟ عصرهم؟ لا ما عصرتهم. طب رجعي عديلي لنشوف وين المشكلة. نص كيلو نعطيهم بالماي، قديش حطيتي ماي معهم؟ حطيت تقريبا غمرهم، يعني إذا كبست إيدي هيك ببينوا الميات. نعم. وبعدين تاني يوم شلت حطيت لهم السكر. قديش سكر؟ هن نص كيلو، حطيت لهم نص كيلو. بس الماي قديش حطيتي ماي للنص كيلو سكر؟ حطيت ماي تقريبا يعني شي لتر. ما بيزبطوا. ما بيزبطوا. لا قبل ما تكملي. طب انا كملت، حطيت غليتهم وطلعوا كثير منيح، حطيت لهم صبغه بس سكروا. سكروا لانه مش حاطه حامض الليمون بالاخير. بلا، حطيت حامض الليمون. رجعوا غلوا شوي ورا حامض الليمون. لا بس طفيت عنهم، بس حطيت حامض الليمون حركتهم وطفيت عنهم. حركتهم حركتين وقلتي خلي يغلوا غلوه مش هيك؟ لا ما خليتهم يغلوا، طفيت عنهم. وما كانوا بهم شيء كثير طيبين. ثاني يوم لقيتهم مسكرين. عيني مسكروا لانه حامض الليمون رجع غلى على النار راح مفعوله. صفي لي البطاطا. يعني ما قالوا الحلة؟ ما إلهم حلة، هلا سكر وفي إلهم حلة. بس انتبهي شو بدي أقول لك، بس نمشي مزبوط. يعني بس نقول حامض الليمون مش لازم يغلي، يعني مزبوط مش لازم يغلي. ألو. ألو. ناخذ اتصال جديد، ألو.
شافوا منيح. الحليب بنقعه هون نعم. حط بابريكا مع البيض. بابريكا. ما حطه مع البيض. ايه. نجيب صينية بحط فيها شوية زيت نباتي بنحطها على النار خليها تحمى وبناخذ اتصال. الو الو بونجورك شيف. بونجور عين على مدام عباس. يعطيك العافية. يا عم شو هالشوكولاتات اللي عملتيهم الناس كلها عم تحكي فيهم. خلي لنا اياك. تسلمي تسلمي. لانه عملتها باشرافك يا شيف. لا انت لانه من قلبك مسويتيهم. اي والله من قلبي. نفسك الحلو. ميرسي لك ميرسي لك ذوق. تسلمي. الله يخليك. بس هيك حبيت سلم عليكم وعيدكم وهديتنا الحلوة انه عم نحكي مع الشيف انطوان هذه لحلقة عيدية. شكرا كلك ذوق كلك ذوق. ميرسي خلي ممنون لطفك انا. يخلي لنا اياك ويعطيك العافيه. الله يعافيك يا الله يعافيك. يعطيها العافيه المدام او الدموزيل اللي معك. ايه ميرسي مدام عباس. يعطيك نيالك على الشاف نيالك يا دموزيل. ايه ميرسي ميرسي. حبيبتي. كلك زا يا مدام عباس. ميرسي لك شاف ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا عيوني. هاي البطاطا بتطلع اطيب من القلي. بنسويها بهالشكل. مع البصل والثوم والبندوره بدنا نحط شيء بعد ما هيك؟ ايه هلا بنحطهم على النار، بنحط خلدر والبندوره يلا طحنتيهم منيح؟ منيح بدي اياهم. ايه كان في اتصال بدي اياهم زوم. ايه شايف كان في اتصال مشان هيك. هودي خلاص. هون عم نساوي صلصة الباربيكيو. لا شو هي؟ هيدا؟ اعطيني اياه بدي اياه. ايه اوكي. كمان بناخذ اتصال. الو 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 بونجور. شيف انطوان. مع شيف انطوان؟ نعم نعم. كيف احوالك؟ منيح. معك حميد حويك. اهلا وسهلا فيك يا حميد. البترون. تسلام كلك ذوق علي. تحياتنا لكل اهل الشمال. الله يحفظك. والبترون الله. تحديدا. شكرا شكرا لك. شيف. نعم. بدي اسالك الكرات والكريبس بالثلاجة. بيتفرزوا نعم. عداش بيهدوا؟ ست اشهر. انا قطعتهم كل تقريبا ضلع شيء 15 سم. برافو عليك. قطعت كل ضلع وحده. برافو عليك. غسلت وسويته ما بيعملوا لهم شيء غير هيك لا هيك بس. يعطيك الف عافيه انا ممنون عنك. تسلم بالعكس شيء كثير منيح برافو. انا بضل احضرك كل يوم ومنعم وبس تحط المقادير كلهم بصورهم على التلفزيون صار عندي شيء 50 طبخه واكثر. حلو حلو. برافو. ميرسي كثير يا شيخ. تسلم ميرسي لك حبيبي ميرسي كلك ذوق. يلا حطيها بالفرن. يا واحد. عندك؟ ايه. ناخذ كمان اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف. بونجورين. كيفك؟ منيح. معك سمير نامي. اهلا وسهلا فيك. هاي سمير حبيبي. بدي اعزمك اذا بدي اقلي بيض بس بلا الصفار شو الطريقه؟ بلا فخار؟ بلا الصفار. الصفار اوكي. بدي اشيه. خليك كيف معي. كيف بدي اشيل الصفار؟ خليك معي. عندك مشكله للصفار؟ نعم. ليش يعني في كوليسترول عالي؟ ايه بس كوليسترول منيح اللي صفار انتبه. والله في ياكل صفار؟ ايه ليش ما فيك؟ شو هذا الحكيم اللي قال لي هيك؟ يعني اليوم بالجمعة صفارين ما بيأثر، الصفار كثير مفيد تبع صفار البيض وبالاخص البلدي. ايوه بس انا اعلمك كيف يشيلوا الصفار. قل لي بدي اعزمك. يلا. ضلني معك؟ خليك معي لحظة. ايه معك. بدك ترجع تقليها او بدك تسلقه سلق؟ لا قلي قلي قلي. بتحط مقلية على النار؟ نعم. مثل هالمقلية؟ نعم. بتحط معها نتفة زيت او نتفة زبدة ما بعرف انت شو بدك بس كوليسترول اكيد زيت. زيتون ولا قلي؟ لا زيت نباتي احلى. نعم. شايف هيدا فيها هي سخنة. ايه ما لشي ما نحن عم نفرجيه. بتجيب البيضة؟ نعم. تكسرها. كيف تكسروها؟ كسرتها ها؟ ايوه. فرجيك اياها بعد وشوف. هيك هيك. ماشي ماشي الحال. منيحة؟
هيك هلا انت بدك الزلال بدون صفار. صح. اوكي. هيدي المقلية مننزل الزلال هون، بدنا تعمل هيك. نعم. وهيك. سهلة سهلة يعني. مش اسهل من هيك. وهي الصفار هون. انا ممنونك. بخاطرك. حبيبي والله كثير مفضل. ورش لها نتفة ملح ولايك صحيا انا بنظري. نعم. اذا معك كوليسترول حط مي مغلية على النار. وحط معها نتفة خل. خل. خل نتفة. نتفة ملح بس تغلي المي صحت الزلال بقلبها. بيجمد وبيطلع كتير صحي لإلها. وطيبة يعني كمان إذا طعمة طيبة؟ بس تحط لها نقطتين زيت زيتون أطيب من هاي كمان. ماشي شكرا حبيبي. بخاطرك. حبيبي. رح نبلش بالسلطة لنرجع نبلش بها وخلي يضلوا سخنين. بتعرفي ضيوفنا بده يجوا. هاي بدي خلصها. خلي يكونوا سخنين إيه؟ بدي خلصها هون. خلصيها يلا هي نتفة. هلا بنقلبها بعد نتفة. أكيد. بنرش ملح عليها للزلال بهالشكل. هلا ممنوع عن الملح بيمشي الحال. ساعتها اذا ممنوع عن الملح زيت الزيتون بيبين كانه فيها ملح، يعني فيها نعملها بزيت الزيتون كمان. منجيب منقطع خس الايسبرغ للسلطة. هاو كمان يلي بيطلعوا معي من هاو كمان بفرمون، ما في شيء بنكبه من خص الايسبرغ. بنحطهم كمان قطعة تانية هيك بيجي لخلي شوي من القلب في اشتغل فيهم، وانا عم قطع السلطة رح نتوقف مع محطة اعلانية منتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. تابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. هون عم نساوي السلطة. اوكي يب قشة هيدي لقطع الخيار. انتبهوا مش بخل، في ناس بيشيلوا ربع على الخيارة، هل قد نشيل من الخيارة؟ وفينا ما نشيل لأنه هاي الزهرة تبع الخيارة. واحد بيشيل الزهرة بيقول له، إذا واحد بيحب التاني بيقول له بدي طعميك الزهرة. بس لنفترض بدك تشيلوه بتشيلوا شي بسيط. خيار البندورة الكرزية هيدي بنحطها هون بالقلب. بنحط الذرة المسلوق والمغسل. بحضر الصوص تبع السلد. يلا برافو. ما حطي ملعقة خردل صغيرة يعني هاو في خردل للصوص الثاني كمان. اوكي. ونحط خل البلسميك وزيت زيتون هاو لإلهم.
نفلشها نعطيها منظر. في وزعهم توزيع، في يحطهم كلهم سوا. بهالشكل بفلشهم، ضل محافظة على النص تبعها. وهون نفس الشيء. هون رح نحط ملح شوي. ايه بدها ملح اكيد. لانه مش صويا صوص نوضح، خلي البلسم هيك. نحط لها شوية بهار ابيض. ايه اطيب. ما انا يا هدى بحبها مع بهار ابيض، كيف نسيتيني؟ لا لا سبا بس. ما بيأثر. اوكي هلا بنحط الصوص عليها لل. وهولي هيك. ولا بنحط الصوص، حط الصوص وبنحطها هون. هالحليب تبو شوي. مع الدجاج بدي صفيه وكبه، بطل له اي افاده هلا. بس ما بغسله، ممنوع غسله. بهزه هز. هاي الصوص بنشيلها بنحطها هون. نوليني شو هلا من عندي كمان معروف بس لانه لازم ننزلهم لو كانوا قليل، مش كل شيء بنتركه فيها لانه اخر شيء بضلش في شيء معنا. فإذا هون نحن شاف حاطين بصل، ثوم مشوي وبندورة. بندورة عم نعمله صلصة باربيكيو منشان الأصابع الجيش. يلا يلا إن سكوند. يلا ميرسي. حط معهم، حطهم على النار. حط معهم رب البندورة، شوية خل، قرن ملعقة صغيرة ونص بهارات، كبشة قرنفل، برش جوزة الطيب، خردل، وفيكن محل رب المندورة تستعملوا كاتشب اللي بدكن اياه. هلا صارت عندي شوية بهار ابيض، صلصة باربيكيو، دجاج. ايه شو حطينا لها بهالشيف؟ بلا ما تضيفوا مايونيز وشغلات من هالنوع. ايه شايف؟ هاي كثير طيبة. بهارات بصل مشوي حاجة عيد، ثوم مشوي، بندورة، خل، خردل، كبشة قرنفل، برش جوزة الطيب. ومناخذ اتصال. الو الو بونجور شيف انطوان. بونجورين، يعطيك العافيه. الله يعافيك، تسلم ديتك على الاكلات الطيبه. تسلمي شيف انطوان. في اكله بيقولوا لها فوفو. شو اسمها؟ فوفو، بيعملوها الافارقه يلي فيها فستق سوداني. ابدا هي هي مع الدجاج اكثر شيء بيسووها. مضبوط مع الدجاج. تكرم عيونك. ميرسي شيف. بخاطرك. وفي يضيف لها رشة سكر، هيدي الصلصة في يضيف لها رشة سكر تعطيها كمان طعم كتير طيب. هلا بدنا نبلش بالقلي. بنحط زيت نباتي على النار. فإذا نحن ملطحين بيض ما هيك؟ ايه يلا جيت لعندك. ملطحين بيض. هاي بنطفي عنا. الصوص خلصت.
منضيف رشة سكر للصوص تبع الباربيكيو تعطيها كتير طعمة طيبة، وفينا بلا سكر. رح اسكبها دغري وسخنة، وبصير واحد يشيل من أصابع الدجاج ويغمس بهالصوص. هيدي هي الصوص الطيبة. وهيك بنكون بعدنا عن المايونيز وكل شيء غير صحي. هلا إذا بنغمق لها لونها شوي كاتشب. إذا بنغمق لها لونها نعم منيح الكاتشب. إذا بدي يلا طحين بيض. طحين بيض. بنرجع كمان مصفاية. بتعطي شوية مي مع البيض؟ ايه اكيد. بدي بلك تسألني عنهم هودي؟ بدل الواحد يسأل شو بيعمل؟ هيك بنسمع صوتك بيكون. ايه انا ما بحكي كثير شيف لأنه انه لا شو؟ يعني انتقدوا على هالقصة انا ما بحكي كثير بس انه عادي. شو مش مهم واحد يحكي. مهم واحد يحكي شو عرفني. هلا هون مع البيض تصفوا الزيت بلش يحمى. نخليه يحمى ضروري، ما بيسوى على حرارة تكون باردي. وهالقني المقلية بعدها سميك يعني بتطول شوي لتحمى. نحن بلشنا نقلي أصابع دجاج بالحليب. دجاج بالحليب. نتوقف مع محطة إعلانية ونتابع حلقتنا أنا والست هدى عبر شاشة التلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. وهون الفينجر عم نقليه تبع الدجاج يلي هو بالحليب. نرجع مجديد كمان منصفي ومنسويهم بنفس الطريقة. هولي خلص ما هي؟ ما فينا نجيب هيدي المصفاية ونكتها كلها سوا. انتبهوا في أصول بالشغل. هيك بنحطها حد بعضها. لا خلي لي اياهم. ايه بعد صفي. هون ايه شايف؟ اوكي. بدي شيل هول بدنا نحط غيرهم لما نحطهم فوق بعضهم. اديني ملعقتك شديدة هالتنين. هالمرأة صار في بالناي هاو اثنين خلصين. مرسي. بقى ننتبه لو كنا بأدق التفاصيل عم شيل بالمرأة اثنين. أنا انتبهوا من الدجاج. عم بحكي دجاج لو اللحم أو شيء ما بيأثر. بما أنه ناي وعندي اثنين خالصين من قبل المقلاية ممنوع شيلهم بالمرأة هذا لانه بركي منقول في سلمونيلا بقلب الدجاج ساعتها بتكون بتموت بالحراره
بس انا بكون انتقلت بدون، لانه صار في عملية التصاق بالملقط ذاته بعملية القلي. بدي بلشي بالعكس، بلشي هيك حربي ورجعي فيه شوي. نار بتوسطها لشوي قوية، دجاج على الطريقة الأفريقية. نجيب الدجاج بنقطعه 8 قطع، بنقلي بصل، جوانح، ثوم، زنجبيل، دجاج بقليهم بزيت نباتي أو زيت جوز الهند، من بعد ما ينقلوا زبط 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 وعطينا انت حطيون على فرق ميل هوديك شقعيون على فرق ميل. بجيب فستق سوداني 1/2 كيلو، بطحنه على الآلة الكهربائية من بعد ما بكون حمصته ليعطيني نكهة طيبة، ضيفن على قطع الدجاج، ملعقة وحدة طحين، رب البندورة، توابل أفريقية بضفلها لإلها، بتركها تغلي مع قليل من الماء على النار تقريبا حوالي نص ساعة وخمس دقايق، لأنه مقطع الدجاج 3 قطع بيستوي. بعدين ببلش شيله وبيطلع عندي دجاج على الطريقة الأفريقية بالفول السوداني أو بالفستق السوداني. يلا كملي. بهالوقت عم تكملون هدى، انا بدي اقطع الحامض حصوص لانه بيتقدم معه الحامض حصوص. جيب سكين صغير والحامضة قصة من هون
بهالشكل وبدخلها، ونحن عم نقص الحامض وندخلها بتزيين جاتنا، نتوقف عم حطها نشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. من بعد ما حطينا قطع الحامض هيدي تبعيتي كودا قبل الكل ايه ما بيسوش هيدا اللي كنا عم خلص الوقت شايف يلا يلا يهمك دغري مرق اليوم الوقت على السريع يلا بدي جات صغير للبطاطا اي اوكي يعني. ايه هاي خلصت هاي صارت مع الباربيكيو هاي السلطه هاي الزلال البيض اللي بدي اقليه خينا بدون الصفار قلته هدى طلع كثير حلو اديني الفوطة وهي البطاطا عنا بتتقدم مع الفينجر مع الأصابع الدجاج بالحليب وهيك بتكون حلقتنا خلصت سبونسر البرنامج هو ماجي حلقتنا اليوم انتهت جمعة الجاي بعمل شوربة ماجي أنا هالجمعة نشكر ست هدى على معاونتك على الأطباق الطيبة كان عنا أصابع دجاج بالحليب مع صلصة الباربيكيو عندي سلطة خس الأيسبرغ مع الأفوكا والذرة بصلصة خل البلسميك وعنا سعب شخص اتصل عنده مشكلة مع صفار البيض رجع بقول أنا صفار البيض في مواد دهنية وفي كوليسترول بس كوليسترول كتير منيح وجيد أكيد مش واحد يأكل سلطة من بيضات بالجمعة بيضتين كتير منيح لإله إذا بفتش على بيض بلدي بيكون أحلى وأحلى وهيك الزلال إذا بدك يا زلال فينا قليني أنا بقول لك إنه أفضل تعمله مع المي المغلية مع نتفة صغيرة خل وملح منقلكم باي باي منشوفكم بحلقات جديدة ونشوفكم بخير باي باي, باي.